أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمستمرة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية. قالت منظمة الصحة العالمية إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لمدة 3 أيام فقط. وقال أيضا المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم إن المنظمة استطاعت تخزين بعض الإمدادات مسبقا في المستودعات والمستشفيات، وأوضح أن المستشفيات لا يمكنها أن تواصل عملها دون تدفق المزيد من الوقود. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة، وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع أيضا إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة. والآن ينضم إلي من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن مرحبا بك، إذا ضعنا في تفاصيل المشهد الميداني عندك في معبر رفح وحركة السير. أميمة، المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة أشار بأن الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته الكاملة على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية هو يعد بمثابة حكم بالموت الكامل الكامل لجميع من تبقوا في قطاع غزة. وهذا ينقلنا أميمة على ما كنا نرصده لحظيا خلال الفترة السابقة، وكنا نتحدث تباعا عن العراقيل الإسرائيلية التي تفرضها على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن في هذا التوقيت هي منعت المساعدات بشكل كامل، لا تنفذ أي من المساعدات إلى قطاع غزة في ظل ما كانت تناشد المنظمات الأممية وغير ذلك في بضرورة إنفاذ المساعدات نظرا لتفشي المجاعة الكبيرة في قطاع غزة. ولكن في هذا التوقيت كما أشرنا هو انقطاع لجميع المساعدات بعدما أغلق الاحتلال الإسرائيلي منفذ رفح من الجهة الأخرى، ومنع أيضا استقبال الجرحى والمصابين وغير ذلك من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أمراض الأورام. وفي إشارة من له من في إشارة من وزارة الصحة الفلسطينية بأن الجميع أصبح في حال أو الحالة الكارثية في قطاع غزة أصبحت في السوء بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بالمحاصرة. وما يبدو كما نسمع بأن بالرشقات الصاروخية وغير ذلك من المدفعيات التي تمارس إطلاق القذائف على مدار اليوم بأن الفترة المقبلة ستكون هي الأسوأ في قطاع غزة بعدما انقطعت المساعدات، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس إغلاق الدائرة على الحصار الكامل على قطاع غزة بعدما حاصر المناطق الشمالية في الأيام السابقة، ويبدو بأنه أيضا يغلق الدائرة على محاصرة مدينة رفح. نعم أيمن، مما هو معروف أن السيطرة الإسرائيلية من جيش الاحتلال هي على معبر رفح الفلسطيني، وأنه يفصل بين معبر رفح الفلسطيني ومعبر رفح المصري ممر أو مضيق فيلادلفيا أو صلاح الدين. في هذه الحالة نود أيضا أن نطمئن منك على الحالة الأمنية. صف لنا الحالة الأمنية لديك عند معبر رفح في مصر. نعم أميمة، في الجهة الأخرى في ظل التوترات الكبيرة إلا أن أمام منفذ رفح البري وفي داخل منفذ رفح البري كما تظهر الصورة هي الصورة هادئة للغاية، ولكن أيضا مع استمرار عمل جميع السلطات الخاصة بميناء رفح البري من الجهة المصرية في تأدية عملها منذ ولم يغلق كما أميمة هذا المنفذ منذ ما يزيد عن 18 حتى هذه اللحظة بعدما اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا زالت ايضا السلطات الخاصه بميناء رفح البري تقدم كافه التسهيلات تحسبا لاي طارئ قد يحدث في الايام المقبله، وايضا هناك تمركز ايضا لعربات الاسعاف امام المنفذ وداخل المنفذ حتى تاهبا بشكل كامل لاستقبال الجرحى والمصابين حينما يسمح لذلك من الجهه الاخرى. نتحدث بان جميع الامكانات هنا مسخره ايضا من جميع من في
منفذ رفح البري للتسهيل ايضا يعني استقبال الجرحى والمصابين حينما يسمح ذلك او انفاذ المساعدات. نتحدث بان يعني كان ورد عن لسان الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس بان منفذ كرم ابو سالم سيعمل على ادخال المساعدات على مدار اليوم، ولكن ما نرصده لم يتم انفاذ اي من المساعدات من هذا المنفذ في ظل طبعا الاحتياج الكامل والحصار الممتد من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزه، ويبدو احنا الرشقات الصاروخيه وغير ذلك من المدفعيات التي تقوم باطلاق النار. نعم نسمعها في الخلفيه معك ايمن، ولكن يعني نود ايضا التاكيد على فكره بان محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا هو خال من أي قوات إسرائيلية والوضع به هادئ، يعني نود أن نسمع منك هذا الأمر. الوضع هادئ بشكل كبير يعني أميمة في المنفذ رفح من الجهة المصرية أو غير ذلك من محور فيلادلفيا، لم يتم يعني ما نرصده لحظيا هو يعني الهدوء الكامل في منفذ رفح البري، الاستعداد الكامل من الأطقم هنا وهنا في ميناء يعني رفح البري لأي طارئ قد يحدث سواء في إنفاذ المساعدات كما تم الإشارة أو غير ذلك من استقبال الجرحى والمصابين. هناك تحسب كبير لأي حدوث أي طارئ كما تم نعم. الإشارة، ولكن هنا نعم أيمن عماد شكرا جزيلا لك، كنت معي من رفح المصرية مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة أبو جراد للغاز في منطقة الشوكة شرقي مدينة رفح الفلسطينية، وكان جيش الاحتلال قد دعا السكان والنازحين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء أخرى إلى الإخلاء والتوجه نحو مناطق بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك برغم أو بزعم أنها مخصصة لإجلاء المدنيين في رفح الفلسطينية. وتعد أبو جراد هي محطة الغاز الوحيدة بهذه المنطقة. أعلن مصدر رفيع المستوى استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كافة الأطراف، وأضاف في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أن هناك توافقا بين كافة الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي، مؤكدا أنه لا صحة شكلا أو موضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤولية أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع. وأشار المصدر أيضا إلى أنه تم إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد وأن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر قد حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وللمزيد ينضم إلي من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، أهلا بك دكتور. إذا دكتور، هذه التحركات الآن في الجانب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال والتحركات العسكرية، هل ترى أنها من شأنها أن تستمر على هذا المنوال أم هي مجرد عملية عسكرية، وما هو مدى خطورتها وما هي ما هو رأيك أيضا في التطورات؟ يعني أولا فيما يتعلق بتداعيات هذه التحركات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وفي محيط مدينة رفح، بالتأكيد يعني هذه التحركات يعني تقلق تداعيات وأثار سلبية سواء على الوضع الإنساني داخل قطاع غزة وهو وضع معقد وشديد الخطورة ليس الآن ولكن منذ أن بدأ العدوان. هذه التحركات أيضا لها تداعيات سلبية فيما يتعلق بالواقع الأمني داخل قطاع غزة، لأنه تغيير الواقع الأمني داخل القطاع لا يخص إسرائيل ولا الجانب الإسرائيلي فقط، لكن هو وضع ينعكس على الوضع في إقليم الشرق الأوسط بشكل عام. فهذه التحركات بالتأكيد لها تداعيات سلبية من هاتين الزاويتين، لكن هناك زاوية أخرى ثالثة تتعلق باللحظة الراهنة. كما نعلم هناك استئناف للمفاوضات الخاصة بمشروع الهدنة، وبالتالي استمرار هذه العمليات أو هذه التحركات الإسرائيلية يترك آثارا سلبية فيما يتعلق بالفجوة القائمة بين طرفي الصراع الرئيسيين، الجانب الإسرائيلي من ناحية وحركة
حماس من ناحية أخرى، هذه المفاوضات حتى تنجح وحتى تؤتي أثارها المطلوبة لابد أن يكون هناك يعني مناخ مواتي لنجاح هذه المفاوضات وشروط صحية تضمن يعني عمل الأطراف جميعها، سواء الأطراف المباشرة أو الأطراف الراعية لهذه المفاوضات. يعني مثل هذه التحركات الإسرائيلية كلما ازدادت تعقيدا وكلما ازدادت تصعيدا بالتأكيد هذا ينعكس على مسار المفاوضات. لكن في التحليل الأخير هناك يعني قوة متمسكة بخلق المناخ المواتي لنجاح هذه المفاوضات وإنجاحها من خلال العلاقة المباشرة مع الأطراف ومن خلال العلاقة المباشرة مع القوى الرئيسية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد بذلك هو الدولة المصرية التي أخذت على عاتقها رعاية هذه المفاوضات وتقديم وتطوير الورقة الرئيسية التي تقوم عليها هذه المفاوضات لأسباب تتعلق بقناعة الدولة المصرية بخطورة العدوان الإسرائيلي وتداعياته ليس على القضية الفلسطينية فقط ولكن على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهذه التداعيات يعني ستطال المنطقة لمدى زمني غير معروف حتى الآن، لكن تظل هناك يعني إرادة قوية وصادقة من جانب الدولة المصرية لإنهاء هذا العدوان من خلال المسار التفاوضي. نعم، طيب دكتور، كيف تقيم المحاولات الغربية والأمريكية للتدخل لاحتواء الموقف في رفح الفلسطينية؟ لأنه رغم يعني المحاولات منع الجانب الإسرائيلي من اجتياح رفح أو محاولة التدخل العسكري فيها، إلا أننا العالم وجد بأن الجيش الاحتلال دخل إلى رفح في أعقاب موافقة حماس على اتفاق هدنة. فكيف ترى ردود الفعل الغربية وكيف ترى قوة الدفع نحو عملية للتهدئة والهدنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب الغرب أيضا وحلفاء إسرائيل؟ يعني الموقف الدولي والغربي بشكل عام يعني في رأيي يعكس مشكلة كبيرة. يعني منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي أو منذ أن بدأت يعني أحداث 7 أكتوبر كان هناك انحياز شديد من جانب المجتمع الدولي والقوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. كان هناك تماهي مع السردية الإسرائيلية التي قدمتها إسرائيل لأحداث 7 أكتوبر. كان هناك يعني محاولة أو توافق إسرائيلي غربي على تقديم أو يعني تكييف ما حدث في 7 أكتوبر كأنه منبت الصلة يعني عن ما قبل هذا التاريخ. لكن المواقف الغربية والأمريكية أيضا تغيرت بشكل متدرج وإن كان بشكل غير يعني كامل، ومع ذلك هذا التحول في الموقف الغربي لم يستتبعه يعني ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي. أخذنا وقت طويل حتى يتغير الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن، أخذنا موقف طويل حتى يتغير مواقف القوى الغربية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن. لكن الإشكال الكبير الآن هو أن المجتمع الدولي بدأ ينصرف نسبيا عن الأزمة في قطاع غزة. هذا الأمور كثيرة راجعة إلى طبيعة يعني أو مدى اهتمام المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية، يعني خاصة عندما يكون هناك تعنت من جانب طرف من أطراف الصراع وعدم انصياعه للمواقف الدولية. بل لاحظنا أن الجانب الإسرائيلي كان يشن هجوم غير منطقي وغير مبرر وغير مقبول على المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، وبالتالي هذا ما يفسر ما وصلنا إليه اليوم. هناك موقف دولي أصبح يرفض فكرة التهجير القسري ويرفض أيضا خلق واقع معقد داخل قطاع غزة ضاغط على السكان أو على الأشقاء الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية يعني أخذت مواقف بعيدة نسبيا عن الموقف الإسرائيلي، لكن لم تصل بعد إلى ضغط واضح وصريح على الجانب الإسرائيلي. وهذا ما يفسر حتى مع التحول
المهم في موقف حركة حماس فيما يتعلق بالورقة المصرية ومشروع الهدنة، لاحظنا أن الجانب الإسرائيلي على العكس مما كان متوقع، وهو أن يتلقف هذا التحول المهم من جانب حركة حماس ويبني على هذا الموقف للدخول في هدنة، لكن لاحظنا للأسف الشديد هو اتجاه الجانب الإسرائيلي إلى دخول مدينة رفح بشكل يعقد الأمور. ولكن أكثر دكتور مما كانت في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بكل الأشكال، ودائما ما يحرص الرئيس الأمريكي أو أي متحدث رسمي من قبل الإدارة الأمريكية أو البيت الأبيض يحرصون على دائما يعني وضع أو الزج بفكرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في كافة المواقف، كما لو كان يعني الأمر شيك على بياض. في هذه الحالة يعني وجدنا حتى عندما كان هناك في ذكرى الهولوكوست كان هناك حديث وتباكي على الهولوكوست، وأيضا أذرفت إسرائيل دموع التماسيح في الوقت الذي تقوم فيه بشن إبادة جماعية على غزة. على أرض الواقع إلى أي مدى ترى أن هناك بالفعل أصبحت هناك مرونة أمريكية؟ يعني ما هو المحك أو المعيار الذي من خلاله سوف تتبين الأمور على حقيقتها؟ هل هي المفاوضات مثلا؟ يعني أولا يجب الإقرار أنه حدث تحول في موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية هي أكثر من يتحدث حاليا ومنذ فترة عن رفض التهجير القسري، عن رفض تصفيه القضيه الفلسطينيه. تتحدث الاداره الامريكيه ايضا عن خلافات معلنه مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق، حتى رغم ان هناك توافق امريكي اسرائيلي حول بعض الاهداف الاسرائيليه، لكن يظل ما يمكن يعني هناك حقيقه ان الولايات المتحده الامريكيه مواقفها تغيرت بشكل كبير، واصبحت يعني حتى تدعم الكثير من المواقف المصرية، سواء فيما يتعلق برفض التهجير أو فيما يتعلق برفض مصر لاجتياح يعني مدينة رفح الفلسطينية أو تغيير الواقع الأمني داخل قطاع غزة. كل هذه أمور بالفعل يعني أصبحت واحدة من ملامح الموقف الأمريكي في الفترة الأخيرة، لكن ما زلنا في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية في اختبار حقيقي في اللحظة الراهنة. في اللحظة الراهنة إسرائيل يعني لم تعطي اهتمام كبير بالموقف الأمريكي فيما يتعلق باجتياح رفح. صحيح أنه العمليات العسكرية الإسرائيلية يتم تقديمها باعتبار أنها عمليات محدودة بالقياس إلى ما كانت تتحدث عنه من اجتياح كامل أو اجتياح بري لمدينة رفح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية نتوقع أن تأخذ موقفا أكثر وضوحا فيما يتعلق بوقف التحركات الإسرائيلية داخل قطاع داخل مدينة رفح الفلسطينية، لأن هذا قد يقود إلى خضوع نتنياهو للابتزاز. نعم، وهنا نتنياهو يرى البعض دكتور إسرائيل. هنا نتنياهو يرى البعض بأنه مختطف من قبل سموتريش وبن غفير، وبأنه لا يستطيع أن يأخذ موقفا بمفرده كرئيس للوزراء، لأنهم يتدخلون ويحاولون الدفع به إلى أقصى مواقف متطرفة لا تسعى إلى الحل. إلى أي مدى يمثلون عقبة؟ يعني هم عقبة كبيرة، لأنهم حتى فيما يتعلق بمسألة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، هذه واحدة من القضايا المهمة المعني التي يهتم بها المجتمع والشارع الإسرائيلي في منذ أن بدأ العدوان. لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية حراك كبير داخل الشارع الإسرائيلي، خاصة عندما أعلنت حركة حماس يعني قبولها بالورقة المصرية كأساس للهدنة أو مشروع الهدنة المرتقبة. كان هناك تحرك كبير بعد هذا الموقف من جانب حركة حماس داخل الشارع الإسرائيلي، لكن مع ذلك لم يستطع نتنياهو يعني تحرير العملية صنع القرار الخاص بمدينة رفح الفلسطينية أو غيرها من الأمور، لم يستطع تحرير قراره من هذا التيار اليميني الديني المتطرف. هذا التيار للأسف حتى ينظر إلى قضية
تحرير المحتجزين وهي قضية مهمة الآن داخل إسرائيل، ينظر للأسف الشديد إلى تحرير المحتجزين على أنه لن يتم إلا من خلال عملية عسكرية داخل رفح أو اجتياح رفح الفلسطينية، رغم أن الخبرة أكدت أنه تحرير المحتجزين لم يتم أبدا من خلال العمليات العسكرية، بل في بعض الحالات كان يتم يعني تم قتل محتجزين من خلال الآلة العسكرية الإسرائيلية. نعم، فللأسف الشديد هذا يعني هذا التيار يقدم روايات مغلوطة حتى عن القضايا الرئيسية المعني بها المجتمع الإسرائيلي في هذه اللحظة. فالمتوقع أن يكون هناك يعني قدرة لدى حكومة أو لدى نتنياهو في تحرير يعني قراره السياسي وقراره العسكري من هذه هذا التيار اليميني المتطرف. يعني قبل بدء عمليات العسكرية في رفح أو التحركات الإسرائيلية داخل رفح الفلسطينية، كان هناك فرصة كبيرة في الحقيقة للدخول في الهدنة أو لتحويل الورقة المصرية إلى واقع على الأرض، لكن للأسف الشديد خضع نتنياهو للتيار اليميني المتطرف. نعم. ووظفوا في ذلك بعض التطورات السلبية الأخرى داخل قطاع غزة. نعم، وهنا يعني نتساءل عن المغزى أو رمزية التوقيت في مسألة البدء في عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ربما بعد ساعة فقط من إعلان حركة حماس لقبولها الهدنة أو بعد سويعات قليلة. ما هو المغزى؟ ما هي رمزية التوقيت؟ هل هو لإفشال المباحثات بالفعل أم ماذا؟ كيف قرأته دكتور محمد؟ يعني أعتقد هذا يعني هذا التحرك السريع بالفعل كان ملفت للنظر أن يتم تحرك عسكري داخل مدينة رفح الفلسطينية عقب ساعات قليلة من إعلان حركة حماس قبولها بالورقة المصرية. أعتقد هذا راجع إلى أولاً التيار اليميني المتطرف للأسف كان يقدم لنتنياهو ويقدم للمجتمع الإسرائيلي رواية وتفسير بأنه مزيد من العمليات العسكرية داخل قطاع غزة ومزيد من العمليات العسكرية ضد حركة حماس والضغط عليها عسكريا هو الذي يؤدي إلى مزيد من التنازلات، وبالتالي ربما نتنياهو هنا يعني قرار الدخول العسكري لمدينة رفح الفلسطينية ربما بهدف آخر، وهو أنه الحصول على مزيد من التنازلات من حركة من جانب حركة حماس. بالإضافة إلى ذلك خضع نتنياهو لرواية أخرى يقدمها التيار اليميني المتطرف، وهو أنه تحرير المحتجزين لن يتم إلا من خلال عملية عسكرية داخل رفح. خضع نتنياهو لمقولة أخرى لهذا التيار المتطرف أنه إطالة أمد الصراع والدخول في هدنة طويلة الأمد سوف يؤدي إلى إدخال نتنياهو في المحاسبة الداخلية داخل إسرائيل. أعتقد أنه للأسف خضوع نتنياهو لهذه المقولات أو هذه الروايات من جانب التيار اليمين المتطرف هو هي التي دفعته إلى هذه العملية العسكرية. أنه يقع تحت ضغط يعني دكتور. طيب، هنا يتساءل البعض لماذا لا تكون هناك صفقة بين المعارضة الإسرائيلية وبين حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالخروج الآمن لنتنياهو حتى يتم إغلاق ملف هذه الحرب؟ هل هذا الطرح طرح سليم؟ يعني أعتقد هذا راجع للأسف الشديد يعني عدم وجود مثل هذه الصفقة راجع إلى قراءة أخرى من جانب نتنياهو بأن التيار اليميني المتطرف هو الذي يوفر أو يضمن لنتنياهو البقاء في الحياة السياسية. لا ننسى أنه قبل الأزمة الحالية وقبل 7 أكتوبر كان هناك أزمات سياسية عديدة داخل إسرائيل، وكان هناك أيضا عدم استقرار حكومي يعني بسبب وأجريت على يعني داخل إسرائيل 5 انتخابات برلمانية أو 5 انتخابات للكنيسة. كان كل هذا يشير إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار. نعم دكتور، عذر المقاطعة، ولكن أود أن أسمع تعليق حضرتك أيضا على هذا النبأ العاجل، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى باستمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية والأمريكية وحركة حماس، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة من 10 صباحا وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية. وأضاف المصدر رفيع المستوى أن الوفد
الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي. إذن هي تبدو دكتور محمد أنباء إيجابية إلى حد كبير، كيف تقرأها أو كيف تقرأ هذا الخبر؟ يعني أعتقد هذا واحد من مؤشرات نجاح المفاوض المصري أو مصر كوسيط في هذه المفاوضات المهمة، أنها استطاعت أن تنقذ هذه المفاوضات والمسار التفاوضي وتنقذ يعني مشروع الهدنة رغم كل التطورات السلبية التي شهدها قطاع غزة، والتي شهدها أيضا يعني المسار الصراعي بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس خلال الأسبوع الأخير. كان من السهل جدا أن تنهار هذه المفاوضات، كان من السهل جدا ألا يكون هناك أي حديث عن مسار تفاوضي. الآن في ظل العمليات العسكرية في مدينة رفح، لكن المفاوض المصري أو الدولة المصرية يعني استطاعت أن تتعامل مع كل هذه التعقيدات لتحافظ على المسار التفاوضي، ويظل هناك فرصة كبيرة للإعلان عن أو بدء هذه الهدنة رغم كل هذه التعقيدات ورغم كل هذه التطورات السلبية. أعتقد أن هذا يعني لن يتم أو لم يكن ليتم لولا الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية مع كل الأطراف، سواء مع أطراف الصراع المباشرين أو مع الأطراف الراعية الأخرى للعملية أو للمسار التفاوضي. نعم، يعني هناك طرح بأن في التجمعات الدولية والتظاهرات الدولية التي يرفع فيها العلم الفلسطيني يكون في المقابل دائما العلم الإسرائيلي، ويعني يقال بأن هناك وفقا لبعض الأبحاث أن مؤرخ هولوكوست إسرائيلي يرى أن هذا يمثل تهديد أكثر إلى إسرائيل، لأن وراء هذا الأمر يوجد مركز الأبحاث يميني متطرف شهير في إسرائيل ممول من مليارديات في الولايات المتحدة، هو منتدى كوهيليت للسياسات. هل تعتقد أن هناك يعني مراكز معينة تعمل على تصدير صورة معينة تحاول وأد الصحوة الموجودة حاليا في العالم تجاه القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد هناك كما نعلم مراكز فكر، وهناك تيارات سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل بعض الدول الأوروبية ما زالت يعني تدعم إسرائيل كدولة، تدعم السياسات الإسرائيلية، تدعم الروايات الإسرائيلية داخل المؤسسات الدولية. كل هذا يعني كان موجود لكن أصبح يعني أكثر وضوحا خلال هذه الأزمة. الأزمة الحالية كانت أزمة كاشفة عن الكثير من المواقف بعض التيارات السياسية وبعض مراكز الفكر، لكن يظل هناك مكاسب لهذه الأزمة رغم كل ما ارتبط بها من آلام وما ارتبط بها من تكاليف إنسانية وتكاليف. ما هي المكاسب يعني دكتور محمد سريعا؟ واحد يعني أهم هذه المكاسب أنه أصبح هناك قناعة دولية بخطورة تجاهل القضية الفلسطينية، خطورة المقاربات الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع القضية الفلسطينية. الآن أصبح في رأيي وعي أكثر وضوحا داخل المجتمع الدولي وداخل التيارات، تيارات جيلية أيضا داخل الأجيال الجديدة داخل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أوروبية عدة. أصبح هذه الأجيال أصبحت أكثر إيمانا بالقضية الفلسطينية، ليس على أرضيات سياسية أو أرضيات دينية لكن على أرضيات إنسانية، لأنه ما قامت به إسرائيل داخل قطاع غزة من تدمير وقتل موسع وجرائم في الحقيقة أيقظت الكثير من وعي الأجيال الجديدة داخل الكثير من المجتمعات الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد هذه التحولات وهذه الأجيال ستؤثر بشكل كبير في السياسات الغربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ربما يأخذ هذا بعض الوقت لكنه سيكون له تأثير خلال مدى زمني معين، والأهم أن كل هذا يجري في إطار غير مسيس وغير مدين، هو يتم في على أرضية إنسانية. نعم كبيرة. لكن ما الذي يضمن استمرارية هذه الحالة وهذا الزخم؟
هذا سؤال مهم، وهذا يحتاج إلى دعم ورعاية من جانب يعني العالم العربي والعالم الإسلامي لرعاية مثل هذه التحولات والدفاع عنها، ليس فقط داخل هذه المجتمعات لكن أيضا داخل المجتمعات العربية. إلقاء الضوء على هذه التحولات في حد ذاته أعتقد يعتبر يعني مسألة شديدة الأهمية. نعم دكتور، أشكرك دكتور محمد فايز فرحات، شكرا جزيلا رئيس مجلس إدارة الأهرام. ونتحول الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، فإلى هناك. واضحين ويفهمون أننا ملتزمون بأمن إسرائيل والدفاع عن إسرائيل، وبرهننا ذلك في الأسابيع الماضية من خلال المشاركة في الدفاع عن إسرائيل عندما تعرضت للهجوم من إيران. ولكن وكما أوضحنا قبل لحظات، لدينا قلق بشأن العملية في رفح، لدينا قلق بشأن ما يعنيه ذلك للسكان المدنيين، وحقيقة أن هناك الكثير من الناس في منطقة صغيرة، وعندما تنظر على الطريقة التي أدارت فيها إسرائيل العمليات في الماضي. أيضا لدينا قلق بشأن تأثير العملية على توصيل المساعدات الإنسانية، أو علقنا تسليم شحنة واحدة ونراجع عدة شحنات أخرى، ولكن نحن ملتزمون أو التزامنا بأمن إسرائيل لم يتغير. إذن إنه تعليق ووقف لهذه المساعدات مؤقت. هل تنتظرون ماذا يحدث في رفح؟ ليس لدي إطار زمني أعطيه لك، ولكن كنا واضحين أن تحديد سياساتنا يعتمد على تحديد سياسات إسرائيل. كما تعرف بأن لديهم هذه القنابل في مخزونهم، هل هنالك رسالة إلى إسرائيل أنه لا يجب أن تستخدم هذه الأسلحة في رفح؟ لن أتحدث عن أي شيء يتجاوز المهلة أو التريث الحالي في تسليم المساعدات، لن أتحدث عن أي مضامين طويلة الأمد. الأهم هو أننا لا نزال ملتزمين بأمن وإسرائيل والدفاع عنها، ولكن في إطار الموقف الحالي في رفح لدينا قلق جاد بشأن هذا الموضوع. تعقيبا على ذلك، ما الذي تطلبونه من إسرائيل؟ لن أتطرق إلى المحادثات الداخلية مع حكومة إسرائيل، ولكن كنا واضحين بشأن ما نود أن نراه عندما يتعلق الأمر بالعملية في رفح. لا نعتقد أن إسرائيل قدمت خطة إنسانية موثوقة تأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمدنيين في منطقة مزدحمة، أو الإخلاء المناسب والعناية بالناس الموجودين هناك. لا نعتقد أن بالإمكان نقل هؤلاء الناس إلى أماكن أخرى داخل غزة، ولم نرى أي خطة. هذا ما أوضحناه، نحن لا ندعم مثل هذه العملية. وإن واصلوا بهذه العمليات المحدودة والتي نراها في الوقت الحاضر، هل تتوقع تعليق؟ لن أتحدث عن الإجراءات التي قد نتخذها في المستقبل، هذا يعتمد على ما يحدث على الأرض، وهذه سياسات مبنية على الوقائع على الأرض. لقد تحدثت عن أنكم ستنظرون في طرق إسرائيل في العمل في الماضي، وبالطريقة التي تعمل فيها إسرائيل في قطاع غزة اليوم. ما كنت أشير إليه عندما قلت لا نود أن نرى عملية في رفح نتيجة للتأثير الذي رأيناه في أجزاء أخرى من الحملة، عد إلى ما قاله الوزير، النية هي شيء والنتيجة هي شيء آخر، ورأينا إسرائيل تتخذ خطوات مهمة لتحسين
تخفيف الصدام ومحاولة الحد من التأثير على السكان المدنيين، ولكن الكثير من المدنيين ماتوا. عندما تنظر على هذه النتائج خلال مسيرة الحملة وتقارنها مع الوضع في رفح، هناك أكثر من 1,000,000 نسمة في منطقة صغيرة، الناس جاءت من غزة وخان يونس وأجزاء أخرى وتزاحموا في رفح. كل هذه الهواجس تتعظم أو تزداد عندما ترى كيف تكون هناك عمليات في مناطق مزدحمة. هناك اعتبار آخر، منطقة رفح هي مركز توزيع المساعدات الإنسانية أو معظم المساعدات الإنسانية لغزة، لأن السكان المدنيين هناك، وأيضا لأن المعبرين الرئيسيين موجودان في المنطقة، منطقة رفح. لا يمكن توصيل المساعدات الإنسانية عبر معبرين غير معبري رفح وكرم أبو سالم، هذا يتأثر من العمليات. بالنسبة لوقع القصف، أنكم فقط علقتم توصيل شحنة 2000 قنبلة، وكان هنالك حديث عن قصف عشوائي، وأن هذه الأسلحة الأمريكية استخدمت بشكل عشوائي أصاب الكثير من المدنيين. ليس هذه الخلاصة التي وصلنا إليها عندما قمنا بالتقييم القانوني. هناك تقييم مستمر نقوم به له علاقة بالاختراق المحتمل للقوانين الإنسانية. هذه العمليات لا تزال مستمرة، ولكن وبعد أن قلت هذا وإلى جانب هذه الأسئلة، الامتثال بالقانون الدولي، عندما ترى نتائج الحملة ترى الكثير من الفلسطينيين يموتون. عندما تنظر على هذه النتائج وكما قلت قبل دقيقة وتحاول تخيل مثل هذه العملية في منطقة مزدحمة كما تفعل إسرائيل، يكون لديك قلق عميق. أحاول أن أفهم، خلال هذا النزاع حتى الآن لم تتوصلوا إلى استنتاجات، ولكن تقولون أنه بالنسبة لرفح هذا يتخطى الحدود. كنا واضحين لفترة من الوقت أن النتائج غير مقبولة. سمعت الوزير يتحدث عن هذا الموضوع عدة مرات في المنطقة. عندما كان في ديسمبر قال يجب اتخاذ خطوات لتحسين حماية المدنيين، قال النية موجودة ولكننا نحكم على النتائج، والنتائج في الأشهر الماضية بما فيها الحملة في خان يونس لا يزال هناك الكثير من الخسارة في الأرواح أكثر مما ينبغي. الأشياء التي تزيد القلق في رفح أن هناك المزيد من الناس أو أناس أكثر في منطقة أصغر. الناس جاءت إلى هذه المنطقة وهناك قلق لدينا بشأنهم. I'll let the Pentagon speak to that because once you get into the realm of actually shipping weapons as a Pentagon. ما يلي، لقد علقتم توصيل شحنات القنابل، وهنالك أيضا أدوات خاصة باستهداف الأهداف، هل تعلقونها؟ عن أنظمة سلاح معينة، لقد علقنا شحنة وسأترك البنتاغون يتحدث عن هذا الموضوع، لأن شحن الأسلحة هو من اختصاص وزارة الدفاع البنتاغون. لا، دعني أتحدث أبعد من رفح وما نراه بالنسبة للمساعدات الإنسانية. وصلني لم نرى أي نقل للمساعدات الإنسانية عبر نتيجة للهواجس الأمنية على الأرض. أيضا مرتبط بمعبر رفح، ما حدث هو
عبور وقود. نعتقد أن من المهم جدا أن يفتح معبر رفح لمرور الوقود والمساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، يمكن أن تمر، وهناك ارتباط بين المعبرين، لم يفتح للوقود اليوم ونحن مستمرون في الضغط. قلت بأنك لم تروا حركة عبر معبر كرم شالوم. رأينا كرم شالوم يفتح اليوم، ولكن الشاحنات لم تدخل نتيجة للهواجس اللوجستية والأمنية. إذن عدتم إلى وضع في كما حدث في أوائل الأيام الأولى للحرب. لقد ذكرت وتحدثت عن عملية محدودة في رفح، ولكن إسرائيل اليوم تسيطر على معبر، وهي خطوة كبيرة. كيف ترى مستقبل إيصال المساعدات وحركة الفلسطينيين العالقين ومن لا يمكن أن يدخل ليساعد من العمال الإغاثيين ولا يمكنه الخروج؟ قلتم بأنكم تسعون لفتح معبر رفح، والآن نعود إلى 7 أشهر إلى الوراء. دعني أتطرق إلى الجزء الأول ثم الثاني. عندما يتعلق الأمر بمستوى المساعدات الإنسانية، النتيجة كما هي اليوم غير مقبولة. هناك شيء أوضحه الرئيس في المكالمة التي أجراها مع رئيس الوزراء نتنياهو في 4 أبريل، وهو أن هناك حاجة لتغير درامي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي المكالمة رأينا إسرائيل تتخذ إجراءات لتحسين هذا التوصيل. كان هناك فتح لمعبر إيرز، وأيضا فتح ميناء أسدود، وخطوات أخرى تحدثنا عنها عدة مرات. عندما كان الوزير في المنطقة في الأسبوع الماضي، إحدى الرسائل التي قام بإيصالها هي أن من الضروري ليس فقط الزيادة في المساعدات الإنسانية، وإنما الاستمرار في هذه الزيادة. في المراحل السابقة ما رأيناه في هذا النزاع لا يجب تكراره، لأنه غير مقبول، ورأينا تراجع في توصيل المساعدات الإنسانية. نحن نوضح لحكومة إسرائيل أننا نحتاج أن نرى عودة إلى حيث كنا وزيادة في المساعدات. لهذا يجب فتح كرم شالوم ورفح. بالنسبة لسؤالك المتعلق برفح، رفح مهمة جدا لتوصيل الوقود إلى غزة. أعتقد أنه أن معبر رفح كان النقطة الدخول والخروج للاحتياجات الإنسانية. نود الاستمرار في ذلك. مهم جدا أن يفتح المعبر وأن يبقى مفتوحا. أعتقد أنني ربما تركت أحد المجالات. سيطرة الإسرائيليين على هذا الجانب من رفح، ما هو إمكانية استدامته؟ ليس لدي تقييم لتقديمه، ولكن أقول موقفنا بالنسبة لما يجب أن يحدث لمعبر رفح والسيطرة عليه كانت واضحة منذ فترة، وهي أننا نريد السلطة الفلسطينية موحدة في الضفة وغزة أن تطلع بالحكم، وهذا يشمل السيطرة على معبر رفح. وماذا سيحدث في الفترة ما بين الآن وذلك الوقت؟ هذا يعود إلى إسرائيل. إسرائيل تسيطر على المعبر الآن، وبالتالي مسؤولية فتح المعبر والتأكد من أنه يدار بشكل فعال الآن هذه مسؤولية حكومة إسرائيل. لهذا أوضحنا لهم أنه يجب فتح المعبر بأسرع ما يمكن حتى نتأكد من توصيل المساعدات الإنسانية. شكرا. سؤال
تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي والإفادة الصحفية المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، وورد إلينا الآن هذا الخبر حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بمعبر رفح بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف. إذن أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بمعبر رفح بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف. والآن هذه عودة إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. هل تتوقع بأن معبر رفح سيعاد فتحه عقريب؟ إحدى الدروس التي تعلمتها في مسار هذا النزاع هي ألا أعمل أي تنبؤات بشأن ما سيحدث على الأرض. بالنسبة لهذه المعابر أقول أوضحنا أننا نريد أن نراها مفتوحة. بالنسبة لنظام الأسأم 20، إن الشخص الذي دون وصاغ قانون لياهي قال بأن هنالك معاملة تفضيلية، أما أنتم فتقولون أنه ليس هنالك معاملة تفضيلية تفضل إسرائيل. هناك أناس كثيرين خارج الحكومة وصلوا إلى خلاصات بهذا الاتجاه أو ذاك، أستطيع أن أقول لك هذا ليس خلاصة وصلنا إليه. هو الشخص الذي دون هذا القانون. وأقول لك بالأصالة عن الحكومة الأمريكية لم نصل إلى هذه النتيجة. دعني أسألك عما قاله الرئيس في الأمس. قال بأن حماس محفزة برغبة قديمة العهد للقضاء على اليهود. هل هذا هو تفكير هذا المبنى؟ هذا ما قالته حماس. حسب الوقائع هذا خطأ. في نصف الانتفاضة ضد الاحتلال ضد اعتداء ومقارنة مع اعتداء رهيب للإسرائيليين على غزة. أعتقد أنك تتجاهل ما تكرر عبر سنوات من تصريحات معادية للسامية من جانب حماس، وهي أنها ملتزمة بتدمير دولة إسرائيل وموت الشعب اليهودي. سعيد انتظر، دعني. حماس كانت واضحة بشأن أهدافها المتعلقة بالشعب اليهودي، التخلص من الشعب اليهودي، وقالوا أنهم سيكررون هجمات 7 أكتوبر. هل كان هنا بحق بأن هنالك رغبة قديمة العهد؟ لقد أوضحوا هذا عدة مرات. شكرا مات. هناك تقارير عن أن إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في رفح، هل لديك أي معلومات؟ لم أرى هذه التقارير. هل ستنظر في ذلك؟ أيضا في الأمس قلت بأن هذه عملية محدودة، ولكن ما هو الفرق عندما يقوم إجلاء 10,000 واليوم هنالك صور وأشرطة فيديو تظهر الاعتداء على 10,000 من اللاجئين؟ في نهاية المطاف النتيجة نفسها. دعني أميز بين شيئين. عندما تحدثنا عن عملية محدودة كنا نقصد سيطرتهم على معبر رفح. عندما يتعلق الأمر بإخلاء 100,000، واضح أننا لا نريد أن نرى هذا يحدث. لا نعتقد أن هناك مكان كافي يذهب إليه هؤلاء الناس. أمر إخلاء 100,000 والذهاب إلى أماكن لا توجد فيها عناية كافية، لا. وأخيرا، ما هي الرسالة التي تطلقها الخارجية الأمريكية بالنسبة لمن يؤمن باحترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف عندما هنالك مراقبة لمن يريد إدانة نتنياهو والنظر في تحقيقات تنظر في كل الانتهاكات بحق المدنيين يتم تأخيرها وبأن هنالك ضباط في الجيش الإسرائيلي متهمين بانتهاك حقوق الإنسان يتم وضعهم جانبا وهنالك من هم مقربون
من الإدارة يقولون هنالك انتهاكات. إذن عدة أشياء. أولا لا نتخذ قراراتنا بناء على استطلاعات الرأي وإنما الحقائق، وسنستمر في عمل ذلك لما فيه أفضل مصلحة للشعب الأمريكي. فيما يتعلق بأفراد الكونغرس، هم يتخذون قراراتهم، يتحدثون بلسانهم وليس بلسان وزارة الخارجية. عندما يتعلق الأمر ب NSM، لا يجب أن تنظرين لتأخير عدة أيام وأن هذا يؤثر على التزامنا بالامتثال بالقانون الدولي. علينا أن نكتب تقرير دقيق يتطرق لكل هذه المسائل، وأعتقد من السخيف أن يقول أحدهم أن هذا التأخير البسيط يقوض هذا التقرير. نحن ملتزمون بالامتثال للقانون الإنساني الدولي. أوضحنا هذا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وبكل دولة في العالم. نتوقع الامتثال بالقانون الإنساني، ولدينا عمليات مستمرة داخل هذا المبنى للنظر على هذه المسائل عندما يتعلق الأمر بإدارة إسرائيل لهذه الحرب. دعنا نضع جانبا أعضاء الكونغرس بالنسبة من هم بالإدعاء. عندما وصلتم أنتم هذه الإدارة، ركزتم على بعض الأمور الأساسية. هل تعتقد بأنكم قد تعودون إلى ما قرارات كانت قد اتخذتها الإدارة السابقة بالنسبة لمسألة الإدانة؟ لا أستطيع أن أعمل أي تكهنات بشأن شيء لم يحدث بعد. لا نعتقد أن المحكمة الجنائية لها وصاية قانونية. هل هذه الإدارة مستعدة بالنظر في التراجع عن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الآي سي سي؟ المحكمة الجنائية لم تتخذ قراراً أنا بعد. أنا مدرك لذلك، ولكن هل ستنظرون في ذلك؟ سألتني أن أتنبأ بما سنفعله عندما يتخذون هذا القرار وهم لم يتخذوه بعد. يبدو بأن هنالك موقف تتراجعون فيه كثيرا. إن تراجعتم عن ما غيرتم ورديتم في قرارات أخذها الوزير السابق بومبيو. أقوم بأي تنبؤات. وزير الدفاع الإسرائيلي كان في زيارة اليوم للحدود الإسرائيلية مع لبنان، وكان هنالك تصريحات بأنه سيكون صيفا حارا. هل ما سنراه في رفح قد يكون أيضا هجوم على داخل لبنان؟ دائما كنا واضحين من الأيام الأولى لهذا النزاع أننا قلقون بشأن تصعيد النزاع وانتشاره. لهذا عملنا جاهدين لمنعه من التصعيد والانتشار، وهذا من خلال الجهود الدبلوماسية لجلب الهدوء لشمال إسرائيل والحدود اللبنانية. سنستمر في هذا ونركز عليه في كل يوم. هذه مواضيع خطيرة في غزة، ولا نزال ملتزمون بعمل كل ما يلزم لمنع انتشار وتصعيد النزاع. سؤال أيضا حول ما حدث من احتجاجات في الجامعات. هم يطالبون بإنهاء الإبادة، أما عن تصريحات الرئيس بايدن عن هذه الاحتجاجات،
طبعا هنالك مناصرة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، والآن نرى أن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية يتم قمعها. هل الولايات المتحدة تتراجع عن مبدأ الديمقراطي؟ أنا أختلف كلية مع هذا التقييم لحالة الديمقراطية الأمريكية. أولا أحيلك إلى البيت الأبيض للحديث عن هذا الموضوع، لأن هذه مسألة داخلية ونحن في وزارة الخارجية نتحدث عن شؤون دولية ودبلوماسية وليس أشياء تحدث هنا. الرئيس أوضح والوزير أوضح عندما تحدث عن هذا الموضوع أننا ملتزمون بالحق حرية التعبير. في نفس الوقت طلاب آخرون لهم الحق في الذهاب إلى الفصول وحقوقهم يجب أن تحترم. عدا هذا أحيلك إلى البيت الأبيض. سؤال حول المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا. ولا سيما أن هنالك حالات متعددة الآن. ما هو الرقم حتى الآن من المحتجزين الأمريكيين لدى روسيا؟ أعود إلى الوراء وأعطيك بعض المعلومات بشأن بعض الأمريكيين المحتجزين، ثم هناك أمريكيين آخرين احتجزوا لقضايا مزعومة عديدة أحيانا ضمن معايير مختلفة. لماذا هذه الأعداد تتزايد في الوقت الحاضر؟ كنا واضحين أن روسيا احتجزت أمريكيين ليس لأسباب قانونية شرعية أو مشروعة، وإنما لاحتجازهم كرهائن وتبادلهم مع سجناء. لهذا السبب كنا واضحين أن الأمريكيين More than $1 billion in assistance from that supplemental. We are working on other packages. I think you can expect to see us get back to the kind of tempo that we were at before we had this break in funding. So you should expect to see additional funding coming, but I'm not going to give you a timetable today about when we'll make such an announcement. Thank you. I have one more on Georgia, if I may. Yeah. We've seen increasing rhetoric, anti-Western rhetoric coming from Georgian Dream officials. Today they announced one more project. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ونعود إليكم مرة أخرى بعد دقائق على رأس الساعة. لا نقول إلا والله إنا صابرون وإنا معتزمون وإنا في هذه الأرض بإذن الله صامدون. ننتظر التحرير، وهذه المعركة بإذن الله ستكون معركة التحرير. ستكون بإذن الله وبالا على هذا العدو. وعد الله سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده. من نزوح لنزوح ومن تهجير لتهجير، كتب على سكان غزة الرحيل كما كتب على الذين من قبلهم. رحيل يحمل معه آلام الماضي وتساؤلات الحاضر وخوفاً من المستقبل. رحيل متزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر على خلفية احتلال معبر رفح. ومن خيام إلى خيام يهجر الفلسطينيون من مدينة لمدينة، مجبورين لا مخيرين، خوفاً من آلة الحرب الإسرائيلية وما تفعله من مجازر القطاع ما زال شاهداً عليها، والتي كانت آخرها في رفح الفلسطينية من عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني.
كما لو أن كتب على الفلسطينيين عدم المعيشة كسائر شعوب الأرض. معي تحويل نموذج لبنتي إن أروح أعمل لها عملية برا وبستنى برحمة الله، وهي المعبر سكروه ومش عارف شو الواحد شو بده يساوي وشو بده يعمل. أنا نفسي أعرف حقنا، إحنا ناقص زي الدول الثانية نعيش زيهم بأمان، وبالذات بولادنا عاشوش الطفولة، صار بس حياتهم وين بدنا نروح، خبطوا رموا مناشير، بدنا نرحل وين، وحتى النوم بناموهوش الأطفال. وبعد تدمير الاحتلال الأخضر واليابس في غزة، لم يصبح هناك مكان آمن داخل القطاع المحاصر يذهب إليه الفلسطينيون استجابة للأوامر الإسرائيلية لهم بالإخلاء. في ظل أهلا بكم مجددا إذن مشاهدينا، وهذه التغطية والمتابعة الحية والمباشرة والمستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونرصد من خلالها التطورات الميدانية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأيضا التداعيات الإنسانية وردود الأفعال الدولية والإقليمية. أعلن مصدر رفيع المستوى استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية والأمريكية وحركة حماس. وقال المصدر رفيع المستوى إن المباحثات مستمرة من 10 صباحا وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية. وأضاف أيضا أن الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي. كما أكد المصدر رفيع المستوى أن هناك جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي. مشاهدينا، المزيد من المتابعة ننتقل للزميل أحمد أبو زيد موفد القاهرة الإخبارية من رفح. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك أميمة. بالفعل نحن إزاء هذين المسارين المتوازيين، المسار الأول وهو المسار الأوفق والأصوب للجميع، والذي تغلبه ربما لغة العقل في هذه المرحلة بعد مرور ما يزيد على 7 أشهر ودخولنا الشهر 8 من المقتلة الدامية التي يعيشها قطاع غزة بأكمله، سواء كان ذلك على مستوى حصيلة الشهداء الذين لامسوا حاجز 40,000 شهيد إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك البيانات التي تقول إن عدد الشهداء المسجل حتى هذه اللحظة يبتعد عن الإحصاءات التي لا يمكن تدقيقها حتى هذه اللحظة، أخذا في الاعتبار بطبيعة الحال أولئك الذين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات وتحت الركام، لا يمكن إحصائهم ولا يمكن حتى التعامل معهم على ضوء ما يعيشه القطاع في هذه اللحظات. المسار الأول وهو المسار التفاوضي الذي كنت تتحدثي أميمة بشأنه فيما يخص المصدر المصري المطلع الذي كان قد أشار إلى الجهود التي تبذل في القاهرة، وهي الجهود التي تبدو جهودا ماراثونية لأنه تقريبا لا يفصل ما بين جولة تفاوضية وأخرى تفاوضية تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة إلا نحو 48 ساعة أو ربما يكون أقل من ذلك. الجولة الأولى من المفاوضات خلال هذا الأسبوع فقط اختتمت يوم الأحد، في اليوم التالي له يوم الاثنين كانت حركة حماس تعلن قبولها بالورقة المصرية، يوم الثلاثاء كانت الوفود تتقاطر إلى العاصمة المصرية القاهرة، واليوم ونحن في اليوم الثاني من الجولة الثانية ضمن هذا الأسبوع فقط ضمن الجهود المصرية الرامية، الجهود المصرية والقطرية بطبيعة الحال بحضور أمريكي للوصول إلى صيغة توافقية تفضي إلى وقف نزيف الدماء الفلسطينية، وهذه قد تكون هي الغاية المتوخاة والغاية الأساسية التي يريدها الوسطاء وعلى رأسهم القاهرة في الورقة التي قدمت والتي تستهدف أول ما تستهدف الوصول إلى وقف حتمي لإطلاق النار، ومن ثم ندلف إلى التفاصيل. لكن هذا هو المسار الأول. المسار الثاني حقيقة أميمة هو المسار الدموي بالغ الخطورة والتعقيد الذي يعيشه سكان قطاع غزة على مدار ما يزيد على 7 أشهر. في النافذة الأولى لهذا اليوم عند حدود الثالثة كنا نشير إلى أن موجة القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي قطاع غزة كانت قد هدأت ولو نسبيا على الأقل قياسا باليومين الماضيين، أخذا في الاعتبار جملة المتغيرات كذلك التي كانت على الأرض وعلى رأسها بطبيعة الحال الاستيلاء الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذا المعطى لم يغير كثيرا على مستوى ما تشهده مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، لكن ما بعد ختام هذه النافذة وتحديدا مع وصول 3:05 بدأت موجات القصف تتوالى على مناطق مختلفة من مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة، تحديدا
في المناطق الشرقية منها وكذلك في مناطق وسط مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. شيئا فشيئا ومع وصولنا تقريبا إلى 5:30 أو حتى 6 بالتوقيت المحلي هنا كنا نستمع إلى موجات متتالية من أشكال استهدافات مختلفة ما بين القصف المدفعي وما بين القصف الصاروخي وصولا حتى إلى استخدام الأسلحة المتوسطة التي لم يكن معلوم بطبيعة الحال من الطرف الذي يستخدمها وما الغايات التي تستخدم لأجلها. كنا نتابع ونستمع إلى أصوات المسيرات الإسرائيلية ثنائية الاستخدام كما بات معلوم، تلك التي تقوم بعمليات المسح الجوي لجمع المعلومات للاستطلاع ومن ثم يمكن كذلك أن تستخدم لغايات الاستهداف، هي ثنائية الاستخدام كما بات يعرف أو يقال في هذا الإطار. ومن بعد ذلك كنا أيضا نستمع إلى القصف الصاروخي من صواريخ رجوم متوسطة المدى عند التجمعات الإسرائيلية في محيط موقع كرم أبو سالم غير بعيد عن معبر كرم أبو سالم بنحو 2 إلى 3 كيلومترات. هذه الموجة من القصف والقصف المتبادل، هذا القصف العنيف حقيقة الذي ربما حتى لحظات قليلة مضت كنا نستمع إلى موجات متتالية من القصف مع وجود هذه الأصوات المستمرة من أصوات الزنانة أو هكذا يسميها أهل قطاع غزة للمسيرات الإسرائيلية التي لا تطوف ربما على مستويات تحليقها المعتادة إلا وتكون نذيرا ربما بعد ذلك إلى قصف إسرائيلي ربما يكون تبعا للمعلومات التي تجمع من خلال هذه المسيرات. وبالتالي كانت اللحظات على سكان مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي القطاع دقيقة للغاية، حساسة للغاية، حرجة للغاية، لأنه حتى قوة القصف لا تنبئ بأن الأمر كان عاديا حتى وإن كانت حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال يقولان للولايات المتحدة وربما حتى للبعض بأنها لا تستهدف عملية عسكرية برية موسعة في مدينة رفح حتى اللحظة. على الأقل هذه هي الرواية الإسرائيلية، ربما يكون المقصود بذلك أنها لا تريد توغلا بريا واسعا، هذا هو الحديث الإسرائيلي المعلن وهذا هو التأكيد الأمريكي على الأقل حتى هذه اللحظة وعلى الأقل وفق المعلن. لكن ما سوى التوغلات البرية التي لم تتحقق حتى هذه اللحظة كما تقول إسرائيل وكما تقول حقيقة الشواهد على الأرض، فإنه ما دون ذلك من عمليات قصف واستهداف متتال تتم بوتيرة متسارعة للغاية بدأ ذلك في حدود 3:30 و5 دقائق ومن ثم بعد ذلك بحلول 5:30 تقريبا أو عند 6 كانت موجات القصف قد اشتدت ووصلت إلى مستوياتها الاعتيادية أو وتيرتها العادية خلال الأيام القليلة الماضية وربما حتى كانت في بعض اللحظات أعنف وأعنف بكثير. سنحاول أن نسلط الضوء على الصورة بشكل أكثر وضوحا مع مراسلين الذين ينضمون إلينا على الهواء مباشرة، بشير جبر هناك حيث تقع هذه الواقعات في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوبي قطاع غزة. سيكون معنا كذلك من بيروت أحمد سنجاب مراسلنا لتسليط الضوء على الجبهة الشمالية التي أيضا أخذت أفقا بالغ السخونة في هذا اليوم وتحديدا على مدار ساعات الصباح وساعات الظهيرة وصولا حتى إلى تصريح يوف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الصيف سيكون ساخنا للغاية على الجبهة الشمالية. كما ينضم إلينا كذلك من واشنطن رامي جبر مراسلنا على الهواء مباشرة مع بشير. سأبدأ بشير، ما كنا نسمعه كان يقول بأن أمر بالغ الخطورة قصف شديد العنف يمارس على مناطق مختلفة من رفح، كيف يمكن أن نفهم الصورة منك؟ تحية لكم. يعني بالفعل هو قصف شديد العنف ضد مدينة رفح الذي أيضا طال المناطق الشرقية والوسطى والغربية من هذه المدينة، وهذا واضح من عدد الإصابات والشهداء الذي تأتي تباعا لهذا المستشفى في مستشفى الكويتي في وسط مدينة رفح. لكم تلاحظون في هذه الأثناء حركة نشطة لسيارات الإسعاف وحالات الاستقبال في هذا المستشفى جراء الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج. قبل قليل كان هناك غارة عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منزل يقع في حي تل السلطان. هذا الحي يقع في المنطقة الغربية لمدينة رفح بشكل في مدينة في المنطقة الغربية لمدينة رفح، إنما يعني باغتته الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج. معظم هؤلاء المصابين هم من الأطفال والنساء. صدق هذا القصف أيضا قصفا آخر استهدف محيط هذا المستشفى الذي أقف أمامه الآن، وقد تطايرت بعض الشظايا وركام المنزل المستهدف ووصلت إلينا إلى هنا حيث نتواجد أمام هذا المستشفى. أيضا وصل مع هذا الإصابات عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الإصابات، ولا
والتي يعني تجاوز عددها نحو 15 إصابة بجراح متفاوتة الخطورة. أيضا المنطقة الشرقية لمدينة رفح حيث تتعرض هي الأخرى لغارات عنيفة ومكثفة. هذه الغارات تشترك فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل تام، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي المكثف والعنيف والذي يتساقط بشكل عشوائي باتجاه أحياء المنطقة الشرقية، حي الجنينة، حي السلام، تل الزارع، محيط المطار غزة الدولي المدمر بالقرب من معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم من الناحية الفلسطينية، المنطقة الجنوبية لحي الجنينة، منطقة الجوازات وغيرها من المناطق التي تضم المنطقة الشرقية والمهددة بالإخلاء، جميعها تتعرض إلى قصف عشوائي وعنيف من المدفعية الإسرائيلية التي لم تهدأ خلال ونحن نتحدث خلال الساعتين الماضيتين فقط كثف فيها إسرائيل هذه القذائف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. أيضا وسط مدينة رفح وهو يبعد عن المنطقة المهددة بالإخلاء نحو 3 كيلومترات تساقطت هذه القذائف باتجاه عدد من المنازل والمباني والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين الذين يتواجدون في وسط مدينة رفح، وخصوصا أن وسط مدينة رفح يتواجد به الأسواق المركزية لهذه المدينة وهو عادة ما يكون مكتظا بالفلسطينيين، وكان هذا الخصف وقت اكتظاظ السوق مما أدى إلى وصول عشرات المصابين والجرحى إلى مستشفى الكويتي لتلقي العلاج. وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي هو عدوان يتصاعد ومتصاعد في خلال الساعات الأخيرة، ليس فقط من الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية، كذلك أيضا من المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوانى عن استهداف كل شيء عبر قذائفها التي تطلقها بشكل عشوائي، أيضا من خلال الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه الناحية الغربية لمدينة رفح حيث حي المواصي ومنطقة المواصي والطريق الساحلي وساحل شاطئ الساحل لمدينة رفح. بشير، نحن تابعنا الإطلاق الصاروخ الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية باتجاه بعض التحشدات العسكرية أو ربما كان ذلك في مستوطنة قريبة من مرتكز كرم أبو سالم، إذا كانت هذه المعلومة مؤكدة أو يقينية على الأقل قياسا بما تابعناه، فماذا أيضا في خارطة الرد التي جاءت على مدار الساعات القليلة المنقضية التي كانت ساخنة للغاية كما نرصدها سويا؟ يعني المقاومة الفلسطينية أعلنت في عدد من البيانات لها بأنها تمكنت من إطلاق صواريخ صوب المستوطنات في قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض القذائف من قذائف الهون باتجاه التحشدات العسكرية الموجودة إلى الشرق من مدينة رفح، وقالت المقاومة أنها يعني ستواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأنها يعني ستوقع أو أوقعت الخسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في تلك المنطقة. بشير، على مستوى الاستعدادات أنت أشرت إلى المستشفى الكويتي الذي تقف عنده الآن والمستشفيين الأساسيين في مدينة رفح سواء كان أبو يوسف النجار أو المستشفى الكويتي، كلاهما تقريبا لا يقويان على تقديم خدمة طبية حساسة أو حرجة بالنظر إلى حجم حرج الإصابات التي يخلفها هذا القصف الإسرائيلي. كيف يمكن التعامل مع دقة هذا الظرف وضآلة حجم الإمكانات على المستوى الصحي في عموم قطاع غزة وفي مدينة رفح كذلك؟ يعني مع خروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة منذ اليوم الأول لهذا العدوان على مدينة رفح وبات المستشفى الرئيسي الذي يقدم الخدمات للمرضى والجرحى هو هذا المستشفى الكويتي في مدينة رفح في وسط هذه المدينة. هذا المستشفى هو لا يقوى على تقديم كل هذه الخدمات للمرضى والجرحى نظرا لصغر مساحته وقلة الاختصاصات الموجودة فيه، وأيضا إلى عدم مقدرته على توفير كل العلاجات والاحتياجات الطبية اللازمة لمداواة ومعالجة المرضى هنا، وبالتالي هناك انهيار تام في المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل عام وفي مدينة رفح في ظل تصاعد وتيرة العدوان وفي ظل ارتفاع كذلك أعداد الجرحى والمرضى الذين يأتون تباعا لتلقي هذا العلاج. إدارة هذا المستشفى حذرت على مرارا وتكرارا من قد أنها تتوقف عن تقديم خدماتها إما بسبب توقف ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل مولدات هذا
المستشفى، وقد حذرت أنها ستتوقف وستنتهي هذه الكميات من الوقود خلال يومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، فيما أن المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية المتوافرة في داخل هذا المستشفى هي شحيحة للغاية، ولا تقوى أيضا على تقديم الخدمات الطبية للأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى. قد تتوقف هذه الإمدادات أيضا عن تقديم الخدمات للمرضى والجرحى خلال يومين أو ثلاثة أيام، وبالتالي هذه الأعداد الكبيرة وهذه الحركة. مستشفى غزة الأوروبي الذي كان يمكن الالتجاء إليه من سكان بعض المناطق في رفح، التوجه من خلالها إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، هل لا يزال ذلك ممكنا؟ هل لا يزال ذلك متاحا؟ أم إن الأمر سيكون عسيرا على كل الأحوال بشكل؟ يعني خطورة المستشفى الأوروبي أنه يقع في المنطقة الشرقية كذلك لمدينة خان يونس، الطريق من مدينة رفح باتجاه المستشفى الأوروبي هي تمر ضمن منطقة الإخلاء، وبالتالي يصعب نزوح الفلسطينيين أو توجه الفلسطينيين المرضى والجرحى من مدينة رفح باتجاه المستشفى الأوروبي إلا عبر طرق التفافية. هذه الطرق التفافية عادة ما تكون خطيرة، وقد يستهدف فيها المواطنون الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى تلك المستشفيات، وبالتالي هذا المستشفى لا يستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى، رغم أنه مستشفى قادر على تقديم الخدمات الطبية نوعا ما مقارنة بالمستشفى الكويتي، إلا أن صعوبة وخطورة الطرق والوصول إلى هذا المستشفى تحول دون وصول المرضى والجرحى إليه، وبالتالي يبقى هذا المستشفى مستشفى الكويتي هو المستشفى الرئيسي والوحيد القادر على تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، وهو الأمر الذي يعني يزيد من الصعوبة الملقاة على كاهل هذا المستشفى وإدارته في التعامل مع خطورة الحالات والإصابات التي تصل جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع. أخيرا بشير، فيما يخص عمليات النزوح التي كانت المنشورات التي أسقطت على سكان مدينة رفح تطالب من خلالها قوات الاحتلال سكان رفح الفلسطينية في أقصى جنوب القطاع على المغادرة قصرا إلى منطقة المواصي، هل تأثرت؟ هل تغيرت؟ وهي التي ربما تكون قد قلت نسبيا مع بارقة الأمل التي كانت قبل أيام قليلة بشأن احتمالية الوصول إلى هدنة أو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هل تغير شكلها؟ هل تغير إقبال الناس عليها مع وصول مستوى القصف إلى شدته التي كانت عليها قبل قليل؟ يعني مع ارتفاع مستوى القصف والشدة العنيفة في هذا القصف باتجاه مدينة رفح والمناطق الشرقية، لا زال المواطنون الفلسطينيون يخرجون من تلك المنطقة وينزحون باتجاه المناطق الغربية، لكن اللافت في الأمر أن منطقة وسط مدينة رفح أيضا التي تعرضت إلى قصف من القذائف المدفعية التي تساقطت بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين، قد بدأ بعض سكان هذه المنطقة والتي تبعد كما قلنا 3 كيلومترات على الأقل عن المنطقة الشرقية لمدينة رفح، بدأوا أيضا ببعض العائلات في هذه المنطقة بالنزوح أيضا باتجاه المنطقة وهي لم تكن مستهدفة بشير بالإخلاء المنطقة هذه المنطقة من مدينة رفح. المنطقة الوسطى في مدينة رفح لم تكن مستهدفة بالإخلاء، وهي خارج نطاق العملية أو المكان المحدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، ولكن تساقطت عليها عشرات القذائف منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، ما اضطر المواطنون الفلسطينيون الذين يقيمون في المحافظة الوسطى بالبدء بالتفكير بشكل جدي، وبعضهم من تمكن من الخروج من هذه المناطق والنزوح غربا باتجاه غرب مدينة رفح التي هي الأخرى تتعرض إلى قصف إسرائيلي، وخصوصا القصف الإسرائيلي الأخير الذي طال منطقة حي السلطان والذي يقع هو الآخر في المنطقة الغربية لمحافظة رفح. شكرا جزيلا لك حتى الساعة بشير جبر مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، ومنه أتحول إلى الجبهة الشمالية لإسرائيل المفتوحة مع جنوب لبنان، والتي يقول فيها يوف جالانت إن الجبهة الشمالية ستشهد صيفا ساخنا للغاية وفق تصريحاته الأخيرة. وعلى مدار ساعات هذا اليوم كانت الجبهة بالفعل تشهد توترات لم تكن معهودة على مدار الأيام القليلة الماضية. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة من بيروت، ما الذي حدا بيوف جالانت أن يطلق هذا التصريح؟ هي فقط المسألة مرتبطة بموجة التصعيد التي حدثت ظهر هذا اليوم، أم للأمر ربما تصور أكثر شمولية من ذلك أحمد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الأمر تراكمي لما حدث حمل الجبهة الجنوبية اللبنانية على مدار الأشهر القليلة الماضية، فهناك وفقا للتقديرات أكثر من 100 ألف نازح أو 100 ألف
مستوطن تركوا منازلهم وتركوا مستوطناتهم في الشمال الإسرائيلي جراء العمليات التي يقوم بها حزب الله. هناك منطقة عازلة تصل إلى قرابة 10 كيلومترات في العمق الإسرائيلي، هذه المنطقة خالية تماما من المدنيين بسبب العمليات وبسبب الصواريخ والمسيرات التي باتت تصل إليها عمليات حزب الله على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية تحديدا. أما التصعيد اليوم هو أيضا إشارة كبرى لما يمكن أن تحدث عليه الجبهة الجنوبية اللبنانية والشمال الإسرائيلي، وخصوصا بعدما تبنى حزب الله اللبناني تنفيذ 11 عملية من الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم وحتى الآن. هذه العمليات تنوعت ما بين عمليات تقليدية تستخدم فيها الصواريخ العادية باستهداف مباني داخل نقاط عسكرية أو مراكز عسكرية إسرائيلية في الشمال، أو عمليات نوعية مثل استخدام مسيرات في مهاجمة تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو استخدام أيضا الصواريخ بركان ذات القدرة التفجيرية العالية في استهداف أيضا تجمعات للجنود، مما أحدث خسائر فادحة في الشمال الإسرائيلي تحدث عنها جالنت أيضا اليوم، وأيضا تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدا للكلام الذي أصدره حزب الله في بياناته المتتالية، الذي أكد أن صواريخه والمسيرات والعمليات التي نفذها اليوم أسقطت عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح جراء هذه العمليات. فبالتالي الجبهة الجنوبية اللبنانية اتخذت منحنى تصعيديا بشكل غير مسبوق على مدار اليومين القليلين الماضيين، بالإضافة أيضا إلى أن العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني باتت غير مسبوقة، إذ نفذ جيش الاحتلال اليوم فقط أكثر من 30 غارة جوية على بلدات مختلفة في الجنوب اللبناني. أكثر من 10 بلدات تعرضت لاعتداءات جوية اليوم، ربما كانت أكثر البلدات التي تعرضت إلى الاعتداءات الجوية بلدة عيت الشعب التي تعرضت وحدها إلى أكثر من 12 أو 12 عملية جوية غارة جوية على مدار اليوم. ربما أكبر الخسائر في الجنوب اللبناني كانت اليوم في الغارة التي استهدفت بلدة الخيام، هذه البلدة التي تقع في أقصى القطاع الشرقي للجنوب اللبناني في الجهة المقابلة لمزارع شبع المحتلة وأيضا لمناطق في الجليل. فبالتالي هذه البلدة تعرضت إلى غارة جوية، أو منزل في البلدة تعرض إلى غارة جوية، أدى ذلك إلى سقوط 3 شهداء نعاهم فيما بعد أو نعتهم فيما بعد إحدى الفصائل الفلسطينية التي أكدت أن 3 من عناصرها قتلوا جراء الغارة الإسرائيلية على هذه المنطقة، وهي تحديدا سرايا القدس، هي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. فبالتالي كان هناك 3 ضحايا جراء هذه الغارة، أيضا بلدة العديسة. طيب أحمد، إذا كان الأمر مرتبط بخرق متتالي لقواعد الاشتباك أو تجاوز لقواعد الاشتباك بالقدر الذي بات البعض يقول فيه أن قواعد الاشتباك أصبحت عبيرا من الماضي، وأن كلا الطرفين على السواء إسرائيل وحزب الله لم يعد لديهما الاحترام الكافي لقواعد الاشتباك، هل ينتظر أن يبقى حزب الله على انتظار للصيف الساخن الذي توعد به يوف جالنت، أم لعله إذا كان الصيف آت ساخنا لا محالة فلا بأس أن نعجل به، وبالتالي قد يصعد من هجماته المستقبلية على الأهداف المتتالية في الشمال الإسرائيلي في كريات شمونة أو في المطلة أو المالكية أو خلاف ذلك من المواقع التي دأب على استهدافها؟ نعم، فيما يتعلق بالجزء الأول فيما يتعلق بقواعد الاشتباك، هذا التعبير ربما بات بالفعل مجازيا، وخصوصا بعدما تجاوزت عمليات حزب الله كافة القواعد، وأيضا تجاوزت العمليات الإسرائيلية كافة القواعد، فبالتالي لم تعد المطلة المتخمة للحدود اللبنانية ولا الرادار ولا كافة المواقع المتخمة للحدود اللبنانية الجنوبية هدفا رئيسيا لحزب الله، بل باتت الأهداف أكبر وأبعد مثل كريات شمونة وقاعدة ميرون الجوية وعدد من المناطق الأخرى. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني فالجزء الآخر، فالتصريحات التي أدلى بها جالنت كانت محط اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام اللبنانية اليوم، واستمعت إلى هذه التصريحات مرارا، ولكن ربما ما تلقفته الأوساط اللبنانية من هذه التصريحات هو حديثه أيضا عن الجانب الدبلوماسي، مؤكدا أن إسرائيل ستعطي أولوية للحل الدبلوماسي للوضع في الجنوب اللبناني، وذلك بعد الضغوط الأمريكية والضغوط الفرنسية المكثفة التي جرت على مدار الأشهر القديمة القليلة الماضية، والتي تبلورت في مبادرة أمريكية ثم مبادرة فرنسية. هذه المبادرة تم تعديلها وتم تسليم نسخة من الصيغة النهائية لهذه المبادرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي. فبالتالي ربما قال أنه أيضا سيعطي أولوية للحل الدبلوماسي، إن لم يكن هناك حل دبلوماسي للوضع في الجنوب اللبناني فبالتأكيد سيكون هناك صيفا ساخنا في الجنوب اللبناني. حزب الله يرى أيضا أنه على استعداد لكافة السيناريوهات، حتى وإن كان أيضا يعطي أولوية
للحل السياسي والدبلوماسي للوضع في الجنوب اللبناني، ولكن حزب الله يضع بعض العقبات التي تعرقل إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فإسرائيل تريد انسحابا كاملا لحزب الله اللبناني من الجنوب بمسافة 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية، فيما يتمسك حزب الله بسيطرته وبوجوده في الجنوب. إسرائيل أيضا تريد أن يكون الوضع في الجنوب تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع زيادة عدد القوة الأممية وإعطائها حرية الحركة بشكل كامل وبدون أي تصريح وبدون أي قيود في الجنوب اللبناني. هذا الأمر أيضا يرفضه حزب الله بشدة، فبالتالي هناك عقبات أساسية أمام المبادرة الأمريكية وأيضا أمام المبادرة الفرنسية. ففي حال توقف والتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ربما يهدأ الوضع على الجنوب اللبناني، ولكن ليس معنى ذلك نهاية الحرب بين حزب الله وبين إسرائيل أو نهاية الجبهة الجنوبية اللبنانية، فهناك مسار تفاوضي سيتم البدء فيه بمجرد أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، وهذا المسار التفاوضي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق ويمكن ألا يؤدي إلى اتفاق، فبالتالي كافة السيناريوهات مفتوحة على الوضع في الجنوب اللبناني حتى لو توقفت العمليات في قطاع غزة ووصلت قطاع غزة. لكن أخيرا أحمد وباختصار عند هذه النقطة تحديدا كنت أود أن أفهم منك أكثر، هل سيكون الأمر مرتبط بعودة حزب الله عند حدود نهر الليطاني وهذه مسألة كانت مرفوضة تماما من الحزب، أم أن الأمر برمته مرتبط بأفق التصعيد في قطاع غزة وبالتالي احتواء الجبهة الجنوبية الإسرائيلية يعني بالضرورة احتواء للجبهة الشمالية بالتوازي؟ لم يعد الأمر مرتبط بانسحاب أو بالجبهة في قطاع غزة، الأمر بات مرتبط بتواجد حزب الله في الجنوب اللبناني، لأن من وجهة النظر الإسرائيلية أنه لا عودة للمستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي مرة أخرى ما دام هناك تهديد قائم من حزب الله. التهديد أو سحب هذا التهديد أو إزالة هذا التهديد لا يكون من وجهة النظر الإسرائيلية إلا بانسحاب كامل لحزب الله أو إخلاء منطقة الجنوب ومسافة 10 كيلومترات تحديدا من الجنوب اللبناني من أي تواجد لحزب الله في هذه المنطقة، وهذا الأمر يرفضه حزب الله وبشدة، وعارضه في المبادرة الأمريكية ثم عرضه في المبادرة الفرنسية الأولى وعرضه أيضا في المبادرة الفرنسية وفقا للرد الذي سلمته الدولة اللبنانية إلى السفارة الفرنسية بالأمس. فبالتالي ربما الحل الدبلوماسي أيضا هناك العديد من العقبات التي تعترضه حتى وإن تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، وضعتنا في طبيعة التفاصيل الجارية مع دخول التصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل منحا جديدا، مع الأخذ في الاعتبار أو مع الإشارة إلى ما قاله يوف جالنت اليوم من أن الجبهة الشمالية ستدخل صيفا ساخنا للغاية، سيكون عودة لنا معك بطبيعة الحال. سنرحب نحن بدورنا بولاء السلامين مراسلتنا من رام الله، وأرحب كذلك بآية السيد مراسلتنا من العاصمة الأردنية عمان، لكن سأذهب إلى رامي جبر لي نستشرف معه الموقف الأمريكي. رامي، كيف يبدو الولايات المتحدة مطالبة طوال الوقت بأن تمارس ما يمكن أن تمارسه من ضغوط على إسرائيل للوصول إلى صيغة توافقية ضمن المسار التفاوضي في الورقة المصرية المقدمة في هذه اللحظات وضمن هذه الجولة، لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة إما أنها لا تقوى حقيقة على ممارسة هذا الضغط أو أنها ربما لديها فلسفة مختلفة في طبيعة الضغط الذي ستمارسه على تل أبيب؟ مرحبا أحمد، يعني بالفعل ربما هو الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الواقع الآن. الولايات المتحدة لم يعد لديها ذلك النفوذ المعهود على إسرائيل مثلما كانت في السابق، ربما هذا بسبب وجود إدارة ديمقراطية غير مرحب بها ربما من جانب الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ربما ذلك لضعف هذه الإدارة ديمقراطية أو ضعف رأس هذه الإدارة وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن. التحليلات كثيرة في الحقيقة في هذا الصدد، ولكن دون الخوض في أي تحليلات أو استنتاجات دعنا نذهب مباشرة إلى ذلك السجال الذي تنقلته بعض وسائل الإعلام الأمريكية فيما يخص تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وفي المقابل مسؤولين أمريكيين أيضا، نقلا عن موقع أكسيوس الذي نقل بدوره عن مصادر يقول إن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة من أن تعليق شحنات أسلحة قد يعصف بمفاوضات الهدنة. إسرائيل هنا وكأنها تهدد الولايات المتحدة بأنها إذا ما استمرت واشنطن في تعليق شحنة الأسلحة التي كنا قد تحدثنا عنها سابقا، شحنة أسلحة تضم بعض المواد التي تدخل في قنابل شديدة التفجير
وشديدة الدقة في نفس الوقت. هذه الشحنة تم تعليقها وحتى الآن الأسباب غير معلومة، وواشنطن تقول أنها تراجع الشحنة بالإضافة لأنها تراجع شحنات أخرى ولكن دون ذكر السبب الحقيقي لذلك. إسرائيل تقول أن تعليق شحنة كهذه يؤثر كثيرا على إسرائيل ومسارها في هذه الحرب في غزة، كما أنها يؤثر أيضا على مسار مفاوضات الهدنة، وكأنها تربط هذا بذاك وتمارس ضغطا مضادا على الولايات المتحدة مثلما الولايات المتحدة تمارس عليها ضغطا أيضا للقبول بأمور معينة. أيضا هناك مسؤولون ديمقراطيون يقولون إسرائيل أخبرت إدارة بايدن أن حماس لن تتزحزح عن موقفها إذا زاد مقدار الضغط الذي تشكله واشنطن على تل أبيب، أي أنهم يريدون أن يقولون للإدارة الأمريكية أنه طالما تشكلون مثل هذا الضغط علينا وحماس ترى ذلك بوضوح فإن موقفها في المفاوضات لن يتزحزح ولن يتم رأب الفجوة أو سد الفجوة التي تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون بين إسرائيل وحركة حماس في هذه المفاوضات. في المقابل أكسيوس نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه إذا ما اتسعت العملية العسكرية في رفح فإن ذلك قد يصل بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى نقطة الانهيار، رغم أن ما لدينا حتى الآن هو ما قاله بالأمس جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض عندما قال إن ما نراه من إسرائيل الآن هي عملية محدودة، كما أخبرتهم إسرائيل عملية محدودة في رفح، وأنه حتى الآن بالفعل لدى الولايات المتحدة مخاوف، ولكن طالما كانت العملية محدودة واقتصرت على ما فعلته إسرائيل فقط فذلك لا يمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، وتبقى فقط مشكلة واحدة تريد الولايات المتحدة حلها، وهي مشكلة فتح إسرائيل للمعابر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وبالإضافة إلى تأمين دخول المزيد من المساعدات للفلسطينيين. طيب رامي، هو يعني هذه النقطة تحديدا سيقت من المسؤولين الأمريكيين في أكثر من مناسبة حول محدودية العملية، حول إجلاء المدنيين، حول أخذ الضمانات الكافية بأن الأهداف لن تكون مدنية وما إلى ذلك، لكنها في النهاية إذا كانت الغاية التي تخشاها الولايات المتحدة من عملية برية واسعة هي حياة المدنيين كما تقول الولايات المتحدة، فحياتهم أيضا يمكن أن تفنى من خلال القصف الجوي، من خلال القصف المدفعي الذي يباشر خلال هذه اللحظات. ما الفارق لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتعامل بهذا القدر من التحوط إزاء عملية برية موسعة بينما لا يبدو هذا التحوط قائما مع أنماط وأشكال مختلفة من الاستهداف؟ أعتقد أن الولايات المتحدة في تقييمها لعملية رفح في الوقت الحالي ترى أنها مجرد توغل بري محدود في مناطق بعينها اقتصرت فقط أو كانت حدودها هو معبر رفح من الجانب الفلسطيني. أيضا الولايات المتحدة ترى أن عمليات الاستهداف التي تنفذها إسرائيل والتي استطاعت إسرائيل أن تقنع بها الولايات المتحدة أنها عمليات ضرورية لتصفية عناصر تابعة لحماس، ويبدو أن الولايات المتحدة اقتنعت بالفعل بذلك، هذه العمليات هي عمليات جوية تتم من خلال طائرات أو من خلال طائرات مسيرة وليس لها تأثير العملية البرية الواسعة. الولايات المتحدة حتى الآن هي لا تريد بالطبع رامي أستأذنك في أن تبقى معنا فقط الآن رامي لحظة واحدة أنا سأعود إليك لكننا سنشير لهذه اللقطات الأولى التي نتابعها مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة كانت قبل قليل لعملية الاستهداف الإسرائيلي التي تمت لمنطقة تل السلطان أو لحي تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي قطاع غزة، وأشرنا لحضراتكم إلى أن عمليات القصف كانت مستمرة ومستمرة للغاية لم تكن مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وإنما حتى المناطق الوسطى والمناطق الغربية أيضا كانت مسرحا لهذا الاستهداف العنيف الذي كان بأشكال مختلفة. بشير جبر كان معنا قبل لحظات كان يتحدث عن استهدافات متتالية لمناطق مختلفة، وعلى ما يبدو حتى ترجمت
هذه الاستهدافات التي بدت عنيفة وعنيفة للغاية كما تظهرها هذه الصور التي نتابعها معا، ترجمت إلى سيارات الإسعاف التي حاولت أن تنقل ما أمكن نقله إلى المستشفى الكويتي في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وبالتالي هذه الاستهدافات لا يبدو أنها كانت تمر مرور الكرام، لأننا أشرنا لحضراتكم في بداية هذه النافذة بأن موجات القصف الإسرائيلي الذي كان بأشكال مختلفة ولم يكن قصفا مدفعيا فحسب، وإنما حتى من خلال الطائرات وربما حتى أشكال مختلفة من الأسلحة التي كنا نستمع إليها بشكل واضح تسمع تماما من خلال هذا القصف العنيف الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يزيد على 4 ساعات متتالية على ضوء عمليات التحليق المستمرة من المسيرات وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية المقاتلة وكذلك القصف المدفعي المستمر الذي كان في واحد من بين هذه الاستهدافات كان يستهدف حي تل السلطان في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ورصد كذلك هذه الصورة قبل قليل مراسلنا من هناك بشير بكر. ستكون لنا عودة بطبيعة الحال مع هذه اللقطات وبعض تداعياتها التي سنرصدها أيضا خلال هذه الساعات القليلة التي سنكون مع حضراتكم فيها. نتابع ليس فقط هذه الاستهدافات وإنما أبعد من ذلك بكثير، لأن الأمر على ما بدا لنا خلال الساعات الماضية لم يكن بسيطا ولا معتادا حتى على مستوى القصف بسيطا. هذه مفردة لا تعبر بطبيعة الحال عما يمكن أن يعيشه سكان قطاع غزة. أعود من جديد إلى رامي جبر. رامي، واصل وأكمل الفكرة التي كنت إزاءها. نعم أحمد، كنا نتحدث عن الموقف الأمريكي من عملية رفح وكيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذه العملية. العملية أصبحت واقع، انتهى الأمر، يعني العملية الآن عملية رفح العسكرية أصبحت واقع. يبقى الخلاف الآن حول التوصيف، توصيف العملية، ما إذا كانت محدودة كما تراها الولايات المتحدة وتراها إسرائيل أو عملية واسعة، وهو الذي تحذر منه الولايات المتحدة حتى الآن. وبحسب ما قاله المسؤولون الأمريكيون منذ الأمس واليوم كذلك، وبحسب كل التقارير الإعلامية المسربة عن مسؤولين أمريكيين لم يعرفوا عن أنفسهم، فيبدو أن هناك إجماع داخل الإدارة الأمريكية على عدة عناصر. العنصر الأول هو أن هذه العملية حتى الآن عملية محدودة تقتصر على مناطق معينة ويتم الاطلاع بها بكيفية معينة من خلال القصف الجوي وضربات الطيران والطائرات المسيرة. العنصر الثاني هو أن هذه العملية لا يجب أن تتسع أكثر من ذلك، وأنها يجب أن تقتصر على هذا، وأنه لا تريد الولايات المتحدة أن ترى عملية برية واسعة. الأمر الثالث هو أن الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوف من اتساع العملية، ولا تزال يعني تعلن عن هذه المخاوف من اتساع العملية. وأيضا العنصر الرابع هو المطالبة، مطالبة إسرائيل، ولا تزال هذه المطالبة مستمرة بالمناسبة، بتقديم خطة شاملة متكاملة لكيفية تعامل إسرائيل مع المدنيين في رفح في حالة إذا ما أرادت إسرائيل الاطلاع بعملية عسكرية برية واسعة في مدينة رفح. طبعا الامر صعب، صعب كثيرا في الحقيقه، يعني كما وصفه المسؤولون الامريكيون سواء كان في الخارجيه الامريكيه. امس ماثيو ميلر قال اننا نتحدث عن انهم نقلوا 100,000، هم يريدون ان ينقلوا ما هو اكثر من ذلك، يعني ضعف ذلك 10 مرات تقريبا، يعني قرابه 1,000,000 شخص. ويعني اردفت او تابعت سابرينا سينج نفس الفكره في البنتاغون، المتحدثه باسم البنتاغون، وقالت إن عملية نقل 1,000,000 أو أكثر من 1,000,000 شخص أمر يأخذ وقتا طويلا. يعني إذا ما كانت إسرائيل في نيتها أن تقوم بعملية عسكرية كبيرة في رفح، فإن ذلك سيتطلب ربما شهورا حتى يتم نقل الفلسطينيين من رفح إلى مكان آخر. الأمر الثاني هو ضرورة تأمين المساعدات لهؤلاء، ضرورة أن يكون هناك انسياب للمساعدات. إذن العملية من حيث المبدأ تبدو للولايات المتحدة حتى الآن مقبولة مع بعض التحفظات، هي ليست مرفوضة بالكلية،
وذلك حتى منذ البداية، منذ قبل هذه العملية ومنذ عدة أسابيع. صحيح. الولايات المتحدة وعلى لسان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي كان يقول إننا لا نرفض أن يكون هناك عملية عسكرية في رفح، بل الأمر فعلا ضروري لأن هناك عناصر من حركة حماس بحسب قوله تختبئ بين المدنيين في رفح، ولكن الخلاف سيكون على كيفية تعامل إسرائيل مع هذه العملية والتوقيت. التوقيت الآن أيضا توقيت حرج، لأن عملية كهذه يعني قد تعصف أو قد يكون لها تأثير سلبي على المفاوضات، مفاوضات الهدنة، ومفاوضات الهدنة ومحاولة الوصول إلى هدنة هي حتى الآن أولوية أمريكية شديدة، يعني أولوية قصوى. اليوم لكن وزير الدفاع نتنياهو كان ينقل جانب من أفكاره مع هذه النقطة رامي، وهو يقول إنه ماض في خطته للعملية البرية في رفح سواء أتمت هذه الصفقة أو لم تتم. ودانيال هاجاري اليوم كان يقول حتى وإن كان هناك خلافات مع الولايات المتحدة نحن ندير هذه الخلافات خلف الأبواب المغلقة. أشكرك شكرا جزيلا رامي جبر مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. أتحول إلى ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله. ولاء، ما الذي يحدث على مستوى الاستهدافات المتتالية، على مستوى الاقتحامات التي بدت أيضا عملا إسرائيليا روتينيا على مدار ما يزيد على 7 أشهر؟ نعم أحمد، يعني بالفعل بدأت الاقتحامات اليومية، لربما هي مخففة، نقول مخففة لأنه فقط يعني منطقتين تم اقتحامها إلى 3 مناطق. نتحدث عن مدينة الخليل، عدة أحياء وبلدات في هذه المدينة تم اقتحامها، ونتحدث عن إغلاق للمبنى لبلدية الخليل في البلدة القديمة، حيث تعاني البلدة القديمة منذ 7 أكتوبر بمنع للتجول عند الساعة 6:00 PM كل يوم يمر على الضفة الغربية وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل. يتم منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو حتى الخروج إلى البلدة القديمة في مدينة الخليل. أيضا نتحدث عن بلدة الطوع التي كان هناك أيضا اقتحام بهذه البلدة في بيت لحم، وكان هناك اندلاع مواجهات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، واندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين المدافعين عن هذه البلدة ضد هذا الاقتحام. ايضا في بلدة سنجل كان هناك ايضا اقتحام في بلدة سنجل في مدينة رام الله، وكان هناك إغلاق للمدخل الرئيسي لهذه البلدة. أيضا نتحدث عن مزيد من الاعتقالات، حيث كان هناك عدة اعتقالات على الحواجز الطيارة، يعني كانت سواء الطيارة أو حتى الثابتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين، اعتقالات عددا من الشبان الفلسطينيين. وأيضا نتحدث عن عمليات الهدم التي طالت عدد من البيوت سواء في الجفلك في الأغوار الشمالية 5 مساكن، وأيضا في قرية فروش بالدجن شرقية مدينة نابلس نتحدث عن منزل، وهناك عدد من المنازل التي هي مهددة بالهدم. فعل أن قوات الاحتلال استولت على أكثر من أرض من الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان والجوار الاستيطانية. أيضا نتحدث عن مدينة أو عفوا بلدة نحلين في مدينة بيت لحم، حيث كان هناك هدم لأربع بركسات فلسطينية. أما على المستوى السياسي سنتحدث عن ما دار في الأجواء والأرواح السياسية لدى السلطة الفلسطينية، حيث كان هناك وسائل إعلام تحدثت عن أن هناك سيكون إدارة لمعبر رفح في الجانب الفلسطيني من إدارة بشركة أمنية أمريكية ستدير هذا المعبر، ولكن هناك رفض من قبل القيادة الفلسطينية متمثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، حيث قال على منصة إكس أنه نرفض هذه الوصاية أو حتى الحديث عن هذا الموضوع بالتحديد لأنه شأن داخلي فلسطيني ويمس السيادة الفلسطينية، وقال أنهم بالشراكة مع جمهورية مصر العربية سيكون هناك عمل على إعادة هذا المعبر وتكون تحت إدارة فلسطينية. والسيادة الفلسطينية أيضا القوى الوطنية والإسلامية تحدثت عن رفض قاطع لما يدور في الأروقة وحول وسائل الإعلام عن هذه الخطط المبيتة، وأن هذا هي سيادة فلسطينية وداخل فلسطيني لا يحق لأي شخص من الأشخاص سواء إسرائيل دولة الاحتلال أو حتى الإدارة الأمريكية الحديث عن هذا الموضوع. أيضا هناك
أزمة مالية تلوح بالأفق. وتحدث وزير الحكومة رئيس حكومة الفلسطينية متمثلة بمحمد مصطفى دكتور محمد مصطفى وأيضا مع وزيرة الخارجية الهولندية بخصوص الأزمة المالية التي يعني تضق بالأفق وتلوح بها في السلطة الفلسطينية. بفعل أن قوات الاحتلال تحتجز المقاصة الفلسطينية وهي حق مشروع للسلطة الفلسطينية وأن تكون في خزينة الدولة. وأيضا تحدث بأنه سيكون هناك الحديث مع الوسطاء وأيضا الدول المانحة وأيضا الدول التي سوف تضغط على إسرائيل لإعطاء المقاصة الفلسطينية للحكومة وإعادتها لخزينة السلطة الفلسطينية. ولاء السلامين مراسلتنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله. وأتحول مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمان مع مراسلتنا آية السيد. آية، يتفاعل الأردن على مدار أشهر هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في زوايا مختلفة. اليوم كان هناك بيانات للديوان الملكي الأردني حول ما يجري وحول حتمية الدفع باتجاه الوصول إلى صفقة واتفاق تهدئة. نعم صحيح أحمد، يعني حقيقة خلال 24 ساعة الماضية شاهدنا العديد من الاتصالات وأيضا البيانات التي صدرت عن وزارة الخارجية الأردنية وأيضا عن الديوان الملكي الأردني. الأردن يدين ما تقوم به إسرائيل حاليا من عملية عسكرية في رفح، مؤكدا الملك عبد الله الثاني بأن هذا سيؤجج الموقف إلى جانب أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية إلى جانب أيضا مجلس الأمن من أجل أن يتحمل والاطلاع على مسؤولياته في هذا الشأن. الملك طبعا تواصل مع رئيس الوزراء الكندي من أجل الحديث حول هذا الموضوع والتباحث. كان هناك توافق في الآراء بأن على إسرائيل التوقف عن هذه العملية والعودة إلى المفاوضات وأيضا العودة إلى العملية السلمية من أجل وقف كامل لإطلاق النار. حاليا أيضا هناك يعني حديث آخر نبه منه الملك عبد الله الثاني وهو الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تحدث بسبب إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني، وهذا سيؤدي إلى مجاعة جديدة، إلى جانب أننا نتحدث اليوم كما وصف الملك عبد الله الثاني عن أكثر من 1,400,000 مواطن يتواجد في تلك المنطقة وهم بحاجة إلى دخول مساعدات ملحة في هذه الفترة. من جانب آخر أيضا يعني ما تقوم به إسرائيل من منع لعمليات السلام، أيضا العديد من الاقتحامات التي تحدث ليس فقط يعني أحمد في هذا الشأن، ولكن أيضا يعني الاعتداء على إن كان على الوكالة الأونروا وفي القدس المحتلة اليوم، وهذا ما أدنته أيضا وزارة الخارجية. ومن جانب آخر منع دخول المساعدات من أي معبر آخر متواجد في قطاع غزة. جميع هذه الأمور الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل تبين بأنها فعلا لا تسعى للسلام بحسب ما وصف وزير الخارجية الأردني. خلال الساعات الماضية شهدنا العديد من الاتصالات التي جرت ما بين وزير الخارجية الأردني ونظرائه. كان هناك يعني اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد به بأن لابد لأمريكا أن يكون لها دور فاعل في إيقاف إسرائيل عن كافة هذه الانتهاكات، خاصة بأن الأزمة تتفاقم وتتزايد ليس فقط في الأراضي الفلسطينية ولكنها ستمتد إلى كافة الدول. من جانب آخر أهمية أن يكون هناك ضغط جديد على إسرائيل في هذا الشأن من أجل إيقاف العملية العسكرية وعدم تمدد هذا الصراع إلى مناطق أخرى أو أن تتمدد ويكون هناك مجازر جديدة تقوم بها إسرائيل. نعم شكرا جزيلا لك آية السيد مراسلتنا من العاصمة الأردنية عمان. بذكر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم كانت تقارير إعلامية ومن بينها حتى ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفى من أن ما دخل من خلال معبر كرم أبو سالم إلى داخل قطاع غزة كان شاحنة وقود واحدة وأغلق المعبر من بعد ذلك. المفوض العام للأونروا فليب لازاريني نفى ذلك بالكلية وقال إن الوكالة لم تتسلم ولو شاحنة وقود واحدة، وبالتالي حتى هذه الرواية لم تكن دقيقة أو كانت رواية مكذوبة. أشكر زملائي جميعا، رامي جبر كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، آية السيد من عمان، ولاء السلامين كانت معنا من رام الله، بشير جبر كان معنا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأحمد سنجاب كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. أشكر الجميع. قبل العودة فقط أشير إلى أننا خلال الدقائق القليلة الماضية استمعنا إلى اشتباكات متبادلة وإطلاق نار، لكنه لم يكن بمستوى إطلاق النار الذي كان حاصلا خلال الساعات القليلة الماضية والذي لعله استهدف حي تل السلطان الذي كنا نتابع بعض اللقطات التي كانت على إثر هذا القصف الإسرائيلي الذي كان عنيفا وعنيفا للغاية. وإن كان خلال هذه الساعات أو خلال هذه الساعة أو خلال هذه الدقائق هدأت وتيرته ولو قليلا، من جديد أعود إلى أميمة تمام في
في استوديوهاتنا بالقاهرة. أميمة تفضلي. شكرا لك أحمد على هذه المتابعة المتميزة من رفح، وشكرا للزملاء أيضا الكرام. يدفع الاحتلال الإسرائيلي النازحين إذن في رفح الفلسطينية، يدفعهم إلى النزوح مجددا باتجاه منطقة المواصي التي تفتقر لأي سبل للعيش. ويزعم الاحتلال وجود مناطق آمنة للنازحين، وهو ما تفنده الوقائع التي يستعرضها لنا الزميل ياسر رشدي. رفح الفلسطينية الملاذ الأخير لنحو 1,400,000 نازح فلسطيني من شمال ووسط قطاع غزة، والذين تم تهجيرهم قسرا أكثر من مرة فاستقروا فيها مجبرين. لكن جيش الاحتلال أصدر أوامره مجددا بإخلاء رفح الفلسطينية والتوجه إلى منطقة المواصي تمهيدا لبدء عمليات عسكرية بالمدينة في أخطر قرار يؤثر على مصير هؤلاء النازحين. فما هي منطقة المواصي التي طلب الاحتلال من اللاجئين التوجه إليها؟ منطقة المواصي هي شريط ساحلي جنوبي غزة، معظمه رملي لا يصلح للعيش، وتعرضت المنطقة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مكثفين على مدار الشهور الماضية، إلى جانب اقتحام بري متواصل خاصة من ناحية خان يونس محور الهجوم الإسرائيلي البري على جنوب قطاع غزة، ومن اتجاه دير البلح أيضا. ولذلك فهي منطقة لم تتعافى بعد من الدمار والنيران الإسرائيلية. وخلال الساعات الماضية أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها بكثافة مستهدفة الطريق الساحلي لمدينة رفح الفلسطينية بالقرب من منطقة المواصي، ما أدى لسقوط شهداء ومصابين. وإلى جانب الدمار الذي يلحق بمنطقة المواصي التي يطلب الاحتلال من اللاجئين الفلسطينيين الاحتماء بها من العملية العسكرية، تواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مختلف المناطق المحيطة بمدينة رفح الفلسطينية، ومنها منطقة مخيم تل السلطان المكتظ بالنازحين غربي مدينة رفح الفلسطينية، حيث استهدفتها غارات جوية عنيفة تسببت في استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت كذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم لأسباب أمنية، بالرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السلطات الإسرائيلية فتح المعبر بشكل دائم لتسهيل دخول المساعدات وإنفاذ وإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي. دبابات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد يعد الأول من نوعه منذ بدء العدوان اتجهت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسيطرت عليه بشكل كامل، وأوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة. إذن لحظات قاسية يعيشها المدنيون في رفح الفلسطينية، فلا يوجد مكان آمن على جميع الاتجاهات، ويواجهون الموت برا وبحرا وجوا مع بدء حصار شامل جديد يمنع دخول المساعدات. قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أونروا، قالت إن ما يقرب من 50,000 شخص قد غادروا مدينة رفح الفلسطينية خلال 48 ساعة الماضية نتيجة لأمر الإخلاء الإسرائيلي. وأشارت الوكالة إلى أن سكان غزة قد غادروا شرق المدينة يوم الاثنين الماضي بعد أن أمر جيش الاحتلال السكان هناك بالإخلاء الفوري، متوجهين إلى مناطق خان يونس والمواصي ودير البلح. وقد أكد أونروا أن وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للوكالة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري اليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة. وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع أيضا إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة.
هذا وقد توقف مستشفى أبو يوسف النجار عن تقديم الخدمات الطبية جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية. وقد أدى ضعف الإمكانيات الطبية بقطاع غزة إلى توقف الخدمة الصحية تماما بالمستشفى، مما فاقم الوضع الصحي بالمدينة الفلسطينية الواقعة في جنوب القطاع. مأساة إنسانية لا تطاق تشهدها غزة بعدما أدى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة إنسانية خانقة تشمل النقص الحاد في الإمدادات الحياتية والإنسانية، إلا أن ما يسميها جيش الاحتلال عملية محدودة في مدينة رفح الفلسطينية كانت لها عواقب مدمرة على العاملين في المجال الطبي والمرضى في جميع أنحاء القطاع، بينما لا تعمل هناك سوى 3 مستشفيات بشكل جزئي، وتشهد انعداماً في مستوى الصحة العامة والمياه والغذاء وسبل الوقاية الصحية. أوامر جيش الاحتلال التي طلبت من حوالي 110 آلاف شخص مغادرة شرق رفح الفلسطينية نشرت الخوف في جميع أنحاء مستشفى أبو يوسف النجار الذي يقع داخل المنطقة التي قال الاحتلال إنه سيعمل فيها بقوة مفرطة، وخوفا من التعرض لغارة إسرائيلية مثل تلك التي نفذت في المستشفيات في جميع أنحاء غزة. سارعت الطواقم الطبية في مستشفى النجار لنقل أكثر من 200 مريض، وغادر بعض المرضى في سيارات أمنتها عائلاتهم، بينما تم نقل الجرحى والحالات الخطيرة بسيارة إسعاف إلى مستشفيات أخرى في جنوب غزة، بما في ذلك المستشفى الأوروبي في خان يونس ومستشفى الهيئة الطبية الدولية الميدانية في رفح. لكن حتى خلال التدافع لإخلاء المستشفى استمرت الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، وتوافدت إلى المستشفى جثامين المزيد من الشهداء الذين سقطوا في الكثير من المناطق المستهدفة، ما اضطر طاقم المستشفى إلى مطالبة أسر الضحايا بدفن الجثث بأنفسهم. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إغلاق مستشفى أبو يوسف النجار سيعرض حياة نحو 200 مريض لغسيل الكلى للخطر على الفور، لأنه الوحيد في غزة بأكملها. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل تتعمد استهداف مراكز وكوادر العلاج والإسعاف والمرضى، حيث استهدفت 155 مؤسسة صحية، ما أدى لإخراج 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، وتدمير 130 سيارة إسعاف، بما يشكل مجمل المنظومة الصحية التي كانت تقدم الخدمات العلاجية لسكان غزة. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية. عمرو خليل على رأس الساعة.